حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور تنسحب من البحر الأحمر، وطائرات F-16 تصل إلى قاعدة سلطان الجوية في السعودية، وإن بدت خيارات تصعيدية لكنها تعكس حالة الإرباك تجاه اليمن، وقد سقطت واشنطن في تقدير بعيد عن الواقع عبر خيارات متخبطة دون أفق واضح، مع فشلها لعدة أشهر ترغيبا وترهيبا في إيقاف المشاركة المساندة لغزة. خابت التوقعات الأمريكية البريطانية، وقد راهنتا مبكرا على تعطيل الحضور الفاعل المساند لغزة عبر تحالف بحري قادته واشنطن، وأطلقت عليه حارس الازدهار، ليضطر البلدان إلى التورط في عدوان مباشر استهدف تدمير القدرات اليمنية والحد من العمليات البحرية وصولا إلى منعها. إضافة إلى ذلك، دفعت واشنطن بدول أوروبية إلى البحر الأحمر، لكن المخاوف من تصعيد غير محسوب منعت تلك الدول من التورط في عدوان مباشر على اليمن، ليقتصر حضورها على محاولة حماية الملاحة الصهيونية قبل أن تسقط في هزيمة مدوية اضطرت معها فرنسا وألمانيا والدنمارك لسحب فرقاطاتها، بينما تعاني البقية من حضور غير فاعل في المواجهة البحرية. وكذلك إذا تورط الأمريكي أو تورط البريطاني ومن يتورط معهم ليحاول أن يفتح معركة برية، سيشاهد كيف أن الآلاف وعشرات الآلاف ومئات الآلاف ممن ينتمون إلى الإيمان حيث يتطلب الموقف والمسؤولية أن يحضروا يحضرون. لا تستبعد صنعاء أن تلجأ واشنطن ولندن مع دول عربية ومجاميع من المرتزقة إلى شن عملية برية، وقد سبق السيد القائد ذلك بالتحذير من هذا الخيار والتأكيد على فشله، انطلاقا من جهوزية عسكرية وشعبية متصاعدة، على أن التلويح الأمريكي بتصعيد عسكري لا يؤثر على خيار الانتصار لفلسطين. ما يلفت إليه السيد القائد في خطابات متعددة هو التحذير لدول عربية من التورط خدمة للكيان الإسرائيلي مع مساع أمريكية مقابلة للدفع بها مجددا ضد اليمن عبر وعود زائفة بحمايتها من أي هجمات يمنية. أمريكي أيضا يسعى إلى توريط الآخرين عندما يتحدث عما يجري في البحر الأحمر، يحاول أن يقول أنه استهداف للآخرين لبقية البلدان، أحيانا يقول لخمسين دولة، البعض من الدول العربية يحاول أن يدفع بهم إلى مواقف سلبية. حتى اللحظة فشلت كل الخيارات العسكرية أو الاقتصادية والسياسية في ثني اليمن عن موقفه تجاه غزة. في المقابل تتضاعف المخاوف الغربية من النتائج العكسية لأي تصعيد مقبل، والقلق مضاعف في الداخل الصهيوني، وحكومة العدو ترى في صعود اليمن وجرأته معضلة مستحيلة الحل طالما فشلت أمريكا وبريطانيا ودول غربية في هذه المواجهة.